طبعا محدش ابدا ابدا يعني ينكر الدور اللي كابتن محمد يوسف والكابتن طارق سليمان اضافوه للقطاع فريق الكره الاول بالنادي الاهلي خلال الفتره السابقه يعني ادوا بكل جهد موجود عندهم ولحد اخر نقطه عرق موجوده لحد ما خلصوا مهمتهم بنجاح. كابتن طارق سليمان واللقطه الجميله جدا لحراس مرمى النادي الاهلي وان هم بيودعوه على طريقه احترافيه، يعني بيودعوه وبيشكروه على المده اللي قضاها معاهم في النادي الاهلي. ايضا الكابتن محمد يوسف كلنا شفنا ردود الافعال من قبل الجماهير ومن قبل اللعيبه، واحنا هنا كمان بنشكر الكابتن محمد يوسف شكرا جزيلا، واحد من ابناء النادي الاهلي، واحد من يعني الرجاله اللي دايما عمرهم ابدا ما بيبخلوا على النادي الاهلي، واي مكان في اي وقت النادي الاهلي بيطلبه بيكون موجود ويلبي احتياج ويلبي نداء الخاص بالنادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا ابنائه كتير جدا موجودين في كل مكان، لكن لما النادي الاهلي دايما بينده او لما النادي الاهلي بيقول انا محتاجك دلوقتي كله بيسيب اللي في ايده وبيروح يلبي نداء. ده حاجه بتبقى في الجينات، حاجه بتبقى في الوراثه، احنا مش يعني حاجه اوت اوف كنترول، حاجه احنا خارج التحكم الارادي بتاعنا تماما، دايما الاولويه للنادي الاهلي. وبالتالي كابتن محمد يوسف والكابتن طارق سليمان. وايضا عايز اشكر يعني احد الجنود المجهوله اللي كانت متالقه خلال الفتره الاخيره في الجانب الطبي، حسين عبد الدايم مخطط الاحمال للنادي الاهلي اللي كان موجود من ايام كارترون ومن ايام ليندمان. النهارده بيتم التوجيه الشكر ليه رسميا علشان يغادر قلعه النادي الاهلي مؤقتا. حسين عبد الدايم نفس القصه، ممكن مستقبلا ان شاء الله يكون موجود، لكن حسين عبد الدايم واحد من الرجاله المخلصه اللي ادوا دورهم على اكمل وجه واللي كل اللعيبه بتشيد بيه، وزي ما حضراتكم عارفين كان عنده دور كبير جدا خلال الفتره الماضيه في تاهيل اللعيبه، لكن رؤيه الجهاز الفني الجديد بالاستغناء عنه خلال الفتره الحاليه. كل الدعم للجهاز الفني ولمجلس الاداره وللعيبه، ثلاث عناصر مهمين جدا من عناصر اللعبه، احنا الجمهور وانا اللي بتشرف ان انا اكون واحد من الجمهور، يكون نكون داعمين للثلاث عناصر اللي قلت لحضراتكم عليهم، مجلس الاداره وللجهاز الفني الجديد وللعيب. ثلاث عناصر مهمين جدا بيكملوا بعض، وفي الاخر لازم يحصل ما بينهم توافق واتفاق علشان يطلعوا احسن حاجه موجوده عندهم.